إلا كنت مغربي حار أجي صوت معنا برا الزروالي. شكرا اخويا. اش مشيت القناه من 24. شكرا من 24. تحياتي لكم اخويا. انت كيخو يوسف الزروالي كيفاش كتوقع اليوم القضيه هذه اخويا؟ حتى تيخرج المحامي عاد تنشوفو وتنتمنوا من الله ربي سبحانه وتعالى يطلق سراح اخي يوسف الزروالي يخرج بحال عند والديه وعند وليداته باش يخرج ان شاء الله باش نمشيو نديرو شي وقفه على الصحراء في الكركارات. والناس اللي كيشككوا في مصداقيه يوسف الزروالي كيقول بان شاري المناصرين ويعني هادو غير يعني شهودين يعني عيان كيف تنقولوا. لا شوف هادشي هذا كاع ما كاينش لحقاش هادوك اخويا اعداء الخير بعدا. لحقاش الا شافوك ناجح في حياتك ضروري غادي يبقاو يعقوك شي مصطلحات ما فيكش. لحقاش الاعداء راه مكري ماشي عاد. الزروالي صادق وانسان فيه الخير وفيه الطيبوبه وقلبه كبير وكانوا يعرفوه مزيان كاع ما يهضروش عليه. هكا وهاد الناس هادو اللي تيقول لك نعطيو حنا الفلوس كذا والله الا مساكن تيجيو في سبيل الله الناس الخير قلبهم كبير واخا ما عندهمش قلبهم كبير. تبغي كاع تيجيو الناس كاع يبغيو يعطيو تيقول له لا لا ما كاينش شي واحد انا تيشتريها. تيجيو مساكن في سبيل الله مطوعين الاخ يوسف الزروالي على اعمال الخيريه صافي. واش عند المحامي ديال يوسف الزروالي ان عنده ادله كافيه باش اليوم تكون البراءه ديالو؟ تنتمنى ان شاء الله داكشي تيبقى محفظ واني تنتمنى ان شاء الله ملي يخرج يعطينا شي تصريح يكون مزيان على البراءه ديال اخو يوسف. شنو تبغي تقول الناس المناصرين ليوسف الزروالي طمئنهم؟ تنقول لهم يكون الخير ان شاء الله وربي كبير تيحكم الله في السماء تيحكم العبد في الارض ديما شعارنا الله الوطن الملك وتحياتي. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.